جماعة المرابيح نظمت السباق. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. المهم بهذه المناسبة الزوينة كنتألق في هذا السباق اللي عندي تجربة أصلا في سيدي قاسم، كنت ديجا سبقت تما في سيدي قاسم، يعني شوية جاتني ساهلة وصافي. الوالدة حيت هي اللي شجعتني وقالت لي سير شارك، يعني واخا أنا ما كنتش قاد، يعني ما كنمارش الرياضة بزاف قليل يعني، والحمد لله تألقت. السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على نبينا وسيد المشرفين. نفتخر بهذه الحفلة الرياضية التي تنظمها جماعة المرابيح سنويا بمناسبة عيد الضرش. أقدم لكم نفسي إبراهيم القايدي الحائز على المرتبة الثانية في سباق 5000 متر كبار، مرتبة الثانية المستوى الدراسي السنة الأولى جامعية. نقدم الشكر الجزيل لرئيس جماعة المرابيح فؤاد سالم بهذه الذكرى الخالدة التي خلد لنا فيها هذه الأمسية الرائعة، ونشكره من هذا المنبر. نعم، لقد قمت بذلك السنة الماضية في دائرة ونانة، قد كانت المسافة هنالك 8000 متر كبار، وقد حز على المركز 15. لجميع الأصدقاء اللي في السن ديالي بعد النجاح هذا، ولاد المنطقة ديالي كهنا، وكنتمناو السنوات القادمة إن شاء الله يكون أفضل وأحسن من هذه السنة. إن شاء الله لا كان مكتئب، وخصنا شوية نخدمو، حيت ما عجبناش نخدمو حتى شي حاجة، كنا كنخدمو إن شاء الله يكون مستوى دراسي جيد. السيد موت الغالي والفائز من المرتبة الثانية أشرف إبراهيم القايدي. ماذا لسي محمد سميار. شكرا للنائب المتميز طارق عبد سباق ثلاث متسابق. السيد محمد النايم والتصفيقات حارة على الهداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سميتي محمد سميه، المرتبة الثالثة نيفو المدرسة، كنقرا في نيفو باك، عمر 19 سنة. ما فايتلي شارك السنة الماضية، شارك في سباق 500 متر، جيت مركز 16. هذه الوالدة ديالي أول حاجة، والأصدقاء اللي ساندوني جميعهم من البداية حتى لهنايا، وشكرا. الآن جائزة التمييز، جائزة لقائد سرية الدرك الملكي، مشكور على المجهودات التي يبذلها. جماعة المرابيح تصفيقات السيد القائد دوار وليد عبد الله، قيادة المرابيح إقليم سيدي قاسم. كنبغي نخدي هذا الفوت للوالد ديالي اللي هو اللي شجعني باش نجي لهنايا، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنطلب من ربي أنني نزيد نتوفق في العمل ديالي إن شاء الله. محمد النايب
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma